السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في السلسلة الرهيبة ذا مست. أنا ما أدري ليش مسميها ذا مست، والله توني استوعب إنها مست سرفايفل دي 7. ما شاء الله وصلنا اليوم السابع. إن شاء الله إني ما أرسبن على جلتشات. بعض الأحيان ترسبن وما في بيوت والزومبي حوالينك وأنت أساساً داخل بيت، فالجدران هذه تروح ويداهمونك. اللي لعب اللعبة يعرف ايش كثر خرشاتها. شكرا على كومنتاتكم بشكل عام ودعمكم في السلسلة. شوف مثلا هذا اللي اتكلم عليه، اول ما ترسبن شوف هذه كلها المنطقة بيوت ابن الذين، هذا اللي تركناه اخر مرة. طبعا انا رافع صوت فالخرشات هذه، شوف الثاني هناك ورا مثل ما تشوفون تحت على اليمين عندي 17 طلقة من الاي كي، وكانت عندي طلقتين من الشتجن وكم طلقة من الفرد هذا، 3 من 7، فالمفروض اني اعشق الحين 8 ياخذ المخزن. هذا كله فضيته في ابن الذين هذا اللي قدامي اللي تشوفونه يتمشى مشية الشيبان، ولا فاد والله ما فاد. اقوى خرشة صارت في العاب السرفايفل، ما اعرف وشلون اتصرف، فلازم انه يبعد عشان اخذ الموتر. والله انه مستقعد لي يا رب، والله انه مستقعد لي. الحمد لله الحمد لله انه امان الموتر. ذيب اوكي بعد انا كان مقصد اني استدرجه اجيبه هنا. على فكره البيوت هذه كلها ما لوتها ومش ناوي الوتها، انا بس ودي اطلع من المكان الكئيب هذا. كان عندي هدف الحلقه الماضيه. ايوه نحشه يا رجال، تعال. ليه ما ادعمه بالموتر؟ ايش تتوقعون راح يصير؟ تعال اوكي. استغفر الله العظيم، شوف محجر. اوف اوف، دب مات ولا نام؟ وش ذاك الباص؟ هذا الباص اللي اخذت منه الكفر اتوقع. ايه الدب يلاعب عياله اتوقع، ما يمديني بعد نفس الشيء. يب الحيوانات محجرين. انسى تستخدم الموتر، بس خوفي انا اكسر الموتر بالدعمات هذه. بس ان شاء الله اني ما كسرت الموتر بالصدمه. وات، رسب انا من جديد. لا يا عيال وخر انت هناك. وين الدب؟ والله كذا ما اتفقنا، والله كذا ما اتفقنا يا عيال. الحين شايفيني في شيء غريب، والله في شيء غريب. انا متاكد اني مخزن بعد ما طيرتهم. طيب يا شباب سويت لود جيم، سيفت وسويت لود جيم طبعا الحين على اساس انهم ما يعرفوني هنا، لان الدرعمه اللي قبل شوي هذه ما لها داعي. على العموم السؤال اللي في شوف اغراضي كلها موجوده. وات يعني هذا الدليل اني مسيف؟ بس في جلتش صاير، والله في جلتش صاير. انا ملوت المكان هذا كامل وحاط الاغراض هنا وعلى اساس اجيب بطاريات واجي افك الباب اللي مقفل. بس زياده الخير خيرين، يعني تلوتهم مرتين. طيب خلينا نقول بسم الله نبتدي، خلهم يرتصون ورا بعض. نقول بسم الله. اوكي هذا واحد. وشت وربي وربي ريم ريم. وات، فضخت راسك. اوكي 7 طلقات راح. الايم حريقة وربي، ايم اليوم حريقة. وينكم؟ او في واحد زاب من ورا، خل نوقف. انفضخ راسه يا زين. صوت اتوقع 4 5، اتوقع كانوا 7، باقي 2، انا متاكد باقي 2. خلنا نغير مكاننا، نرى من زاوية اخرى. ما فينا على خرشات والله. هذا كانه يتحرك لسه ما مات، ما ادري يعتبر ميت. طيب هل يمدينا نكلمه؟ ما يمدينا نكلمه. خسرت رصاص. ايش عنده؟ عنده تيب. هل في سجين؟ ما في سجين. طيب الشنطه والسنايبر ما اخذتهم. ايوه هو ده الكلام، الشنطه موجوده. طيب جبت البطاريات واشوف. من احد الكومنتات اللي جتني يقول لي الباسورد هذا راح تلقاه في احدى الجثث. الحين نبدل البطاريه، خلينا نشوف. سويت تشينج باتري، اتوقع هذا اللي ما هو معي. تكفى لا نسيته. فكان يقول لي في الكومنت راح تحصل عند شجره جثه تقريبا، المهم ان السالفه فيها جثه وراح تلقى عندها الكود. والله هذا انا محوط المكان، يعني برا البيس ما في احد، وداخل البيس انا فريت وعدني بفر مره ثانيه عليهم كلهم. فبلوت المكان وعلى امل اني احصل المفتاح اللي ندوره. بس على فكره المكان هذا او السياره هذا كانت فيها مكينه، والحين حرفيا ما فيها اي شيء. فمش فاهم موضوع الريسبون انه يعيد لك الشخصيات بس ما يعيد لك اللوت مره ثانيه. حتى السيارات هذه فاضيه، الادراج كلها اللي فيها فاضيه، يعني تقدر تقول اللوت راح والشخصيه اللي تساعدها راحت، بس تعيد الفايت اذا رجعت هذا المكان. ما في اي فائده ثانيه.
خلنا بروح بجيب السكروب هذا وبرجع. طيب هذا بيسنا وفي له الدروج. الدروج هذه بخصصها مثلا للشغلات النادرة زي هذا، والدرج اللي بعده مثلا يكون الرصاص أو أي شيء متعلقات بالأسلحة. الثالث ممكن يكون الأكل والمشروبات وما إلى آخره. فالدرج هذه راح تفيدني صراحة، والشكل بيكون مرتب. يا سلام، تشوفون الغزالة هذيك يا شباب؟ بإذن الله أنها عشان الليلة، بإذن الله. الصناديق هذه بصير أفضيها بما أني جيت البيس بعد، والترب الثاني نعبيها من هناك وكذا. كل ما جيت البيس نزلت منها التواير وخلاص بنستقر في هذا البيس. وقلتوا لي ان في سور يمديك تسور المكان بحيث لا جاء الضباب يمديك تشتغل داخل البيس، فالوضع يكون بسلام. ومثل ما قلت لكم الادراج هذه راح تفيدني كثير صراحه. هذه ممكن نخصص فيها الملابس، ما ملابس. تدرون الفله وين يا شباب؟ الفله انك تجرب الموتر في بحيره زي هذه. ولا ما تخرب الماكينه. الوضع في السليم. طيب رجعت الى الكنيسة، بيتنا القديم اللي كان من المفترض انه يكون بيتنا. الله المستعان، عاد بجلس انقل يا شباب اغراضي كلها اللي موجودة في هذه المنطقة او في هذا البيت. السلام عليكم. والله اغراض مرة كثير، بس مع الموتر والله تهون، والله مع الموتر تهون. طيب يا شباب شلينا الشغلات المهمة، الاسلحة ما اسلحة في هذا الصندوق، والأدوية وشوية أغراض وبطارية. موضوع السنارة بإذن الله أني راح أشوفها برضه في هذا الحلقة، توكل على الله. طبعا موضوع الماي شربت حاليا مثل ما تشوفون ثيرس عندي فل، والهنجر ناقص يبي لي أكل وما عندي أكل هنا للأسف. الأكل كله هناك. هلا بالمست، هلا بالضباب، يا أهلا مرحبا. بما أن معي موتر أتوقع الأمور طيبة ولا؟ الله يخرب بيت الأصوات يا شباب. يا اخي لسه ما خلصت موري. تكفى بس ابغى اشد اللوت هذا، اقسم بالله ان الوضع قربشه كذا. البطاريات الاقلام مش لازم. شوف الموتر لاول مره يا شباب نمشي. لا 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 يكسرون الموتر. الله ينكبكم، انا لي سنتين اجمع بسهوله، هذا اللي يجون يكسرونه. نحشة يا ولد، أنا مش حافظ الطريق والله. أيوه البحيرة يا رجل. أوكي الحمد لله، الله سلم. تكفى ما فينا نضيع. المشكلة يقول لك الزومبي حق المست ما يمزحون. بسم الله توكلنا على الله. طف الموتر. في أحد قريب؟ الله يخرب بيتك خرجتني أقسم بالله. أنت إيش تسوي أنت؟ سوي برا. الوضع فله مستكنه يا اخي، جالس. تعال ابغى اشوفه يستخدم السلاح. في حمايه، في حمايه يا شباب. خلنا ننزل الصناديق. كفو الحمايه. وات؟ لا يقتلك. لا جو ربعه. وات؟ مات. اوف. كفو يا قوي. بس ما في اي سكر. حلو حلو الوضع كذا، والله ما انام في الضباب. بجلس الوت الزومبي. الله يعطيك العافيه، جاب لي بوتيتو. كفو رب المحزم المليان، كفو. طيب يا شباب نقلت الاغراض كلها مثل ما تشوفون هنا، الشغلات النادره نوعا ما، وهنا الاسلحه الامفور والشوتجن والمنظار اللي ما ادري صراحه على اي سلاح راح يركب. وفي منشار له استخدامات اتوقع زي ما كنا محتاجين المطرقه في بناء بعض المباني، فالمنشار نفس الشيء. فجبت السكرو درايفر ونتوكل على الله. اذا في طريقه هذا استدعيه يجي يساعدني في الريد بيكون شيء رهيب صراحه. هلا 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 بالبئس الطيب الرهيب. هلا والله. تكفى لا تصدم حياتي وتقول يا رسبنا من جديد هذا. خلينا نشوف ايش سالفه الباب. تشينج باتري يقول يحتاج 3 دقائق بيبدل البطاريات عشان يشغل. اوكي اشتغل الحين، يقول لي احمر، فنحتاج الكود انتر باس كود. وين نلقاه؟ كروبار. في زي الحمام هذا، اكرمكم الله. ايون كم؟ 4422. والله يا شباب اللقطة هذه اللي تشوفونها انها بعد مرور نص ساعة تقريبا اني فريت هذا البيس فر لين ما قلت امين. اخرتها ما في جثة ولا شيء. ممكن الاماكن الثانية تحصلها في جثة، لكن هذا البيس الكود موجود برا البيس في حمام اكرمكم الله.
يوه هي اللوت رصاص والجير. خوف يسك الباب ما عاد يفتح. ابجريد فيشنج باكيت. اوكي هذا ما ادري وش الفيشنج باكيت. تعال صح كان موجود تقريبا هنا. هذه السناره حاليا معي. اللور هذا الفيشنج لاين هذا ناقصني الرد. لا الرد هذا فيشنج رد ناقصني الريل. يعني شغله واحده ناقصتنا عشان نعرف نصطاد وهذا اللي انا جالس اطوره الحين زي خانات الشنطه. الظاهر هذا بعد ما يصيد الثلج هنا داخل ويضبط فيه. واخيرا خلنا نشغل كشاف سيداتي وسادتي. افا ما في كشاف معليش على الاضاءة. المهم انه وصلنا للسنايبر. الكترونيك بارت هذه جديدة. ويبن بارت فيشنج لاين هذا ما احتاجه. الريل سبحانك يا رب. والله يا شباب اني ما اعرف وش السالفة اني بحصل هنا. وحط الريل الله اكبر. ريدي تيوز. طيب طور الباك باك خلنا نشوف كم واحد بيطور. تو سلوت مكتوب هنا تو سلوت. اوكي في تطويرات رهيبة. هذا محتاج الا الرصاص. هذا حق وشو العشرين. هذا حق السنايبر اللي اخذته. حلوين حلوين. هذا حق الاكي 15 طلقة عندي. والشتقن عندي 21 طلقة ابو الفلة. الاسهم يا شباب وش صرفتها؟ اتذكر انها كانت في الكرافتنج. خلينا نجمع اسهم عشان نجرب الاسلحة كلها اللي في اللعبة. وات شلون ما اخذتها انا؟ الحمد لله اني شيكت. اجمل غرفة دخلتها في هذه اللعبة. والله اجمل غرفة. خلني باخذ لي غفوة عشان يجي الصباح. اوكي. الساعة 6 الصباح. اليوم الثامن اعزائي المشاهدين. نعطيها سيف. طيب رجعنا للبيس. طف الموتر ابن الحلال. صناديق ما خاب ظني انها فاضية. هذا فاضي. وهذا فاضي. حلوين. عندنا شغلات كثير نستكشفها الحين. اول شيء السنايبر ودي اجربه. مكتوب بروكينج بس بشوف شلون اصلحه او ايش المتطلبات لان اغلب شغلات صبحك الله بالخير يا سكوت. فان شاء الله اني راح اقدر اصلحه. قول بسم الله. الورك بنش الاسلحه. اوكي هذا البو لازم نسوي ابجريد عشان اقدر اسوي البو. الانفور نفس الشيء او اصلح البو. مدري هو اللوك ولا تصليح. طيب الهنتنج رايفل نفس الشيء ابجريد. خلينا نجرب نحطه مثلا بدل الكروبار. ما يمديني. هذه كرافتنج ماتيريال. شوف السلاح ماخذ لي اياه كانه كرافتنج. فالشغلات هذه عشان التطوير موجوده عندي يعني ثلاثه. اوكي خلنا نسوي سبلت هاف ونخلي اثنين بيدي ونجي نسوي ابجريد. وين ابجريد؟ كليك جير تو ابجريد. 6 سكراب و10 من الخشب. تصدقون ما عندي لا سكراب ولا عندي شيء هنا. والله مالي الا ارجع البيت هذا واجيب اغراضي كلها. وما قدرت اشيل الاغراض هذه كلها. طيب يا شباب تقريبا كذا خلاص ما بقى شيء غير شوية ادوية وباندج خليتها في هذا البيت. والباقي كله مكرر عندي. فخلاص اخر مرة هاجي لهذا البيت. حتى الماي راح اصنعه في البيت الجديد. ووو الله سلم. والله صارت قيادة الشيبان خلاص انتهت. الحين التهور مليون من كثر الرحلات اللي تاخذها تصير ما تهتم. اللي جبتها معي مثل ما تشوفون مجموعة سكرابات راح اطلعها فوق. طيب نجي الحين نطور. الاغراض كلها موجودة. احتاج ساعة. تم التطوير. هذا يحتاج تطوير. ايش انفتح عندي؟ الماتش والليذر انفتح عندي تقريبا هنا. وشغلات هذه ما شيكت عليها. سمول انيمال تراب هذا اتوقع للدجاج يصيد الدجاج وكذا. يحتاج مسامير. والكار جاك رفع السيارة تصليح السيارة. هذا اذا ببدل تاير الظاهر. طيب بالنسبة للأسلحة انفتح لي البو. البو يحتاج لاشنج. عندي لاشنج. انيمال جتس هذه اتوقع يوم قتلت الدب جاتني. وهذه الستيك كله يمدينا نسويه. بس الحين انا بغيت احل مشكلة السنايبر يا طويل العمر. عيال السنايبر تكفون. اتوقع يا شباب ما اسعفني الحظ في هذه الحلقة اني استخدم السنايبر لانه بروكن. ما اعرف صراحة وشلون اصلحه. يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات يا شباب تفيدوني في هذا الموضوع. تكفون. التجربة الثانية بتكون على الفيشنج رود. ان شاء الله انها تضبط. طبعا راح نصطاد في النهر. اوكي تشوفون 0 من 5 يا شباب على اليمين. يعني الظاهر اني اقدر اشيل 5 من السمك. نقول بسم الله. انا احس هذه المنطقة كذا فيها تقاطع. ف هذا محشور هنا. شو السالفة يا ابوي؟ ما قدرت اصيد في هذه المنطقة. اذكر في بحيرة كانت في نعم هنا. راح اتوجه لها واشوف. مع ان النهر مفروض يمديني. ويالله انك على درب المحبة تعين. طيب وصلنا يا شباب. وهذه البحيرة باذن الله انه يمدينا نصيد فيها. اجلس سمي بالله. ايوه الله اكبر. شوف وين وصل. طيب وشلون نعرف الحين؟
السمكة مسكت هذا الطعم. ايوه شفت العلامة كيف؟ اوف الطعم 93% ليه؟ 62%. دقيقة كان فيه اكشن مفروض انه يصير. خلها قريبة هنا عشان نعرف نسحبها سريع. مفروض اكون جاهز. ايوه الله اكبر. خبرة الصيد يا شباب، والله خبرة الصيد 1 من 5. قول بسم الله. اوه بعدت كثير والله، بس ما عليه. اول ما تحرك عطى كلك يسار، وبعدين يوم تشوفها كذا تراوغ خلها تتعب، بعدين اسحب على مهلك، عرفت؟ خلي السمكة تتعب كذا شوي لما تستسلم الامر الواقع اسحب، عرفت؟ المسألة يعني مسألة ايش؟ كر وفر. انت والسمك هذا شكلها مرة كبيرة، او اني انا لازم اقرب. المهم يا شباب جبنا لنا سمكة. يمدي ثانية، خلها قريبة هنا. تكفى لا تروح بعيد. ايوه خلها قريبة هنا. بس ايش هذه النسب اللي تنزل؟ ايوه مطها. مطها بسرعة. سلام عليك. الله اكبر. في شيء باقي 18%، الظاهر انه يمدينا الثالثة، والله فله. عملية الصيد يا شباب تتطلب الصبر، من أكثر الهوايات اللي إيش؟ تتطلب الصبر. أيوه، بس هنا الصيد وفير صراحة، ما في أحد يصطاد غيري، كلهم زومبي. فالوضع فله. طيب نكتفي بالثلاث هذولا، 3 من 5، مثل ما تشوفون. نروح للجير نشوف وين الصندوق اللي معي. يا سلام. شوفهم يلعبون. خلاص زبنا، هذه كانت رحلة صيد يا شباب، ونرجع للبيس بسلام. عاد المشكلة وين؟ اوه الهنجر مره بيموت من الجوع، تدرون؟ والله ستارفينج. عملية الطبخ بتطول، خلنا ناكل منهم واحدة. فيشينج، ايوه خلنا نحطها. افا هارفست تايم 33 دقيقة، يا ولد بيموت من تكفى. طيب كل اي شيء ثاني لين ما تطبخ السمك يا اخي. اوف شيت، هذا كله من سمكة واحدة بس. طيب خلنا ناكل، بنتسمم. رو كاتب لي رو، يعني انتبه، قلب الوضع سوشي يا شباب. بس ارتفع والله الهنجر نص او ربع، ما في فود بويزن، ما في تسمم، ما في اي شيء. اوف غير اللي اخذته طاحوا في الارض يا شباب، هذه سمكه واحده بس. ليه ما حد قال لي يا اخي موضوع السمك كذا فل؟ الله يسامحكم يا اللي لعبتوا، وانا بغيت اطبخ هذا، وهذا ما يحتاج طبخ ولا شيء. تعال ارحب شم ريحه الاكل. تعال ارحب. كل يقولون بياخذ. لا تدعس النعمة يا وسخ، لا تدعس النعمة. تعال، وش معك انت؟ كل يا رجال كل. والله ودي اعزمكم يا شباب على السوشي. شغلة واحدة غابنتني هذه الحلقة، ان الهنت السنايبر ما ضبط معي، كان ودي اروح اغزي بيس كام ثاني بالسنايبر وتكون تجربة جديدة. فياريت تكفون اللي يعرف كيف نصلح هذا السنايبر يخبرني، لاني طورت الوركشوب وما في فايدة، وخايف اني اجمع موارده هذه كلها ولا اتوصل لحل، فالموضوع هذا يحتاج بحث. ان شاء الله اني القى له اجابة او القى لي كومنت يفيدني في الموضوع. شكرا لكم، شكرا لكل داعمين القناة، منتسبين اللي حطون لايكات كومنتات، الله يعطيكم العافية جميعا، ونراكم ان شاء الله على خير في حلقة اجمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.